السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم من جديد على قناة الجالية 24. وغادي نشوفوا آخر ما جاء على الذكريات فلوس سيبيس الإخوان، الذكريات فلوس سيبيس اللي هو يعني قانون تدفقات اللي هو مكرر ديال هذه السنة ديال 2020، وغادي تكون إن شاء الله غتكون حتى سناتورية، كنا كنهضروا عليها دائما والبعض كان كيدخل كيكذب. ولكن حنا كنشوفوا المواقع الحكوميه اشنو كتحط، يعني موقع حكومي حط خبر من طبيعه الحال غادي نهزوا الخبر، غادي ننقلوا المعلومه ونعطيوها للمتتبعين من طبيعه الحال والناس اللي هي مشتركه في القناه واللي كتبع الاخبار ديال قناه الجاليه، سواء هذه القناه هذه ولا قناه اخرى. الناس بزاف كتدخل كتقول لك لا هذا القانون ما كاينش وكتشرح يعني بالطريقه ديالها. المهم حاول ثاني ندخل المواقع اللي هي حكوميه من بينها وزاره الداخليه ونشوف لامورجيزي، يعني لوتشانا لامورجيزي اللي هي وزيرة الداخلية اشنو حطات وشنو كتبات على القوانين اللي هي مازال سوسبيز، اللي هي مازال متعلقة خاص ضروري يعني تم الموافق عليها باش تفتح. من بينها اللي كيهمنا دائما كيف ما كنقولوها الاخوان، من بينها الديكريت فلوسي اللي هو بيس مكرر غادي يكون ان شاء الله، وايضا ساناتوريا اللي كنتسناو فيها ديال تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا، كنا دائما كنهضروا عليها والحكومة قالت بان راه ان شاء الله مع الديكريت فلوسي اللي غادي يكون اللي هو جاي غتكون ساناتوريا، وغادي تكون يعني بزاف ديال الناس دخلوا كيشرحوا في القانون، لانني كنت حطيت الرابط ديال الموقع في المكتوب هادشي كامل ودخلوا كيشرحوا، ولكن ما عرفتش انا علاش نقزوا واحد الكلمه ديال وقالوا لا راه ما كاينش ساناتوري، غادي يكون غير ديكريتو فلوسي وغادي يكون معاه لا كونفيرسيون، يعني الناس اللي كانوا جاو هنا وجاو بعقود عمل اللي هي محدوده موسميه ولا جاو بالدراسه فاش غيتفتح ديكريتو فلوسي، يعني غادي يديروا لا كونفيرسيون، غادي يديروا تغيير يعني التغيير السبب العمل من موسمي يعني الدائم او ثانوي، وبالنسبه للناس اللي كتقرا غدير تغيير لسبب دراسه لسبب العمل. ولكن هاد الناس هادو اللي دخلوا شرحوا هاد الشيء اللي كنت حطيت حط مع دائما كنهضر بالمصدر وكنحط الرابط منين كنجيب المعلومه، واش ما شافوش واحد السطر ولا نقزوه قال لك علاش لا ما كايناش ساناتوريا. هاد الشيء يعني الحكومه هضرات على الناس اللي دخلت كيف ما قلت لكم وباغيين يبدلوا من سبب اخر، لان الداتوري ديال لافورونا فاش غيتفتح القانون غادي يدفع لهم حتى هما نولا وسطا ديالهم وغادي يستافدوا الناس اللي هما هنا، يعني ما كيهضرش على الناس الحارقين، كنهضروا على اللي دخلوا قانونيا وفات لهم الكونترا وصبح عندهم حق انهم يبدلوا ولا دخلوا بالدراسه وباغي يبدلوا بسبب اخر. ولكن ما شافوش السطر اللي هو مهم وهو كاتبين بان ديكريتو فلوسي غتكون معاه ساناتوريا، الساناتوريا غتكون سيميلي ديال 2020، يعني مشابهه تماما ديال 2020 اللي هي الساناتوريا اللي كانت ديال 2020 للاخوان، فهمتوني؟ اللي هي الساناتوريا ديال 2020، ونتمنى ان شاء الله ما يخيبناش الله ويوافقوا على الساناتوريا ايضا لانهم هادرين عليها، وكيف ما عرفنا راهم محتاجين يد عامله، غادي يجيبوا الناس من على برا وغادي يريقلوا الناس اللي هما هنايا، ومن طبيعه الحال غادي يحدوا القطاعات اللي هي فيها خصاص يعني في اليد العامله من طبيعه الحال، الفلاحه، الريستورات، وان شاء الله نتمنى يكونوا قطاعات اخرى من بينها الميكانيك، الحلاق، الصدور الى اخره، والبادانتي والكولفه الاخوان. المهم دخلت موقع وزاره الداخليه اشنو كاتبه لوتشانا لامورجيزي، كيف ما قلنا كيتسناو الاخوان الانتخابات، يعني غادي يكون راي جديد في ان شاء الله عما قارب شهر 9 ولا شهر 10 وغادي يوافقوا. هي هضرت على الاخوان، غادي نوريكم يعني فين بالضبط، غادي نوريكم المصدر لانني انا دائما كنهضر بالمصدر، المصدر الاخوان هو هذا، وغادي نشوفوا اشنو مكتوب تحت هذا ديال الموقع ديال وزاره الداخليه لوتشانا لامورجيزي، ونشوفوا لوتشانا لامورجيزي اشنو قالت اشنو كاتبه. هو هذا الشيء هذا، يعني كنهضر بالمصدر وما غاديش نخلي هذا الرابط هذا اللي يدخل شي واحد ثاني يقرا داك الشيء يعني بالمقلوب، ولا الا دار ترجمه في جوجل ولا شي حاجه ما كيطلع ليه داك الشيء ماشي هو اللي وكيكذب الاخوان كيكذب. غادي نقول لكم لوتشانا لامورجيزي يعني في هذا الموقع هذا اشنو قالت. كما كنعرفوا الاخوان فاش غتكون الانتخابات ان شاء الله محتمل جدا ان شكون اللي غادي ينجح في الانتخابات وهما الاحزاب اللي كانوا معارضه وكتقلص من الكوطه ومن حصص دخول العمال، احزاب معارضه اللي منها سالفيني وكاينه جورجا ميلوني، هاد الاحزاب هادو يمينيه معارضه
يعني كانت كتقلص من حصص دخول العمال اللي هما لي كوتي، كانت كتقلص منهم كتقول لا ما نجيبوش مهاجرين وندخلوا هاد الناس اللي عندنا هنا. محتمل جدا يعني اليمين هما اللي غادي ينجحوا في الانتخابات وياخذوا الرئاسه الاخوان، ولكن مؤخرا هاد اليمينيين هادو اللي كانوا معارضين وكيقلصوا من حصص الدخول ولاو هما كيطالبوا مؤخرا بدخول العمال بزياده واضافه حصص بزياده، ولاو كيقولوا اعطينا 70,000 يعني حصه ولا كوطا ولا كونترا يعني حصص دخول العمال ديال السنه الفاتت ديال 2021 2022 راه ما كافياش، خاصنا نضوبلوها ونضعفوها على ثلاثه المرات ولا اربعه المرات. هادو اليمينيين اش ولاو كيقولوا؟ يعني ولاو باغين يضاعفوا حصص دخول العمال، ولكن في نفس الوقت بالنسبه لقانون الهجره هنايا في ايطاليا غادي يقدر يوقع فيه شي تغيير الاخوان. بالنسبه لقانون الهجره يعني لداخل في ايطاليا يقدر يوقع فيه شي تغيير، ولكن بالنسبه لدخول العمال حصص غادي يزيدوا فيه ان شاء الله. المهم غادي نمشيو الاخوان باش ما نطولش عليكم، اشنو قال الموقع هنايا لوتشانا لا مورجيزي، غادي نشوفوا بالضبط اشنو قالت عشان ما كنجيبش شي حاجه من راسي. قالت على الارجح يعني محتمل جدا في الاسابيع القادمه، هي كتعني في الاسابيع القادمه من بعد تقريبا يعني شهر 8 اللي غادي يكون ان شاء الله شهر 9 وغادي يرجعوا جميع الموظفين وغادي يكونوا قادروا يكونوا انتخابات ويكون يعني بزاف ديال الحوايج، ممكن انه شهر ولا شهرين. على الارجح في الاسابيع المقبله ستتم الموافقه على القوانين المعلقه اللي هي قوانين معلقة اللي هي من بينها بطبيعه الحال ديكريتو فلوسي اللي هو مكرر اللي كان غادي يوافقوا عليه وغادي يكون من شحال هذه يعني تقريبا شي شهر هذا كانوا غادي يوافقوا عليه وغادي يكون، وايضا قانون السناتوريا اللي هضرنا فيه اللي حتى هو هضرنا عليه وغادي يكون ان شاء الله. نتمنى الاخوان على الارجح يعني محتمل جدا في الاسابيع المقبله ستتم الموافقه على القوانين المعلقه وسيعاد النظر في مرسوم التدفقات بيست تدفقات المكرر اللي غادي يكون ديال 2022 الاخوان. هادشي اللي جا بها الاخوان هذا الموقع هذا، وان شاء الله نتمنوا كيف ما قلت لكم الله ما يخيبناش ووافقوا على الساناتوريا. انا بغيت الساناتوريا، بغيت تسويه اوضاع المهاجرين غير الشرعيين هنا في ايطاليا، بغيتهم يوافقوا على هذا القانون هذا باش اي واحد غير نظامي هنايا حارق يسوي الوضعيه ديالو ويصبح قانوني ان شاء الله. نتمنى الخير للجميع والله يسهل عليكم كاملين الاخوان، وإلا كان شي خبر من طبيعه الحال غير يطلع غادي نكونوا احنا من السباقين لنشر الخبر ونقل المعلومه من طبيعه الحال الاخوان، طبيعه الحال دائما من المصدر. الله يسهل على الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.